السلام عليكم خوتي، صحة عيدكم، عيد مبارك لكل الجزائريين داخل وخارج الوطن، تعيدوا بالصحة ولهنا خوتي. موضوع اليوم خوتي حبيت نتكلم على الفضيحة، فضيحة القميص المنتخب الوطني والبدلة الخاصة بالتدريبات والبدلة بدلة الخاصة بالمنتخب الوطني، يعني تبهدلة بأتم معنى الكلمة، كأننا يعني كأن هذه البدلة لنادي ماهوش ألوان المنتخب الوطني. واليوم جبنا كما تكلمنا سابقا على أديداس وعلى أن قميص المنتخب الوطني اللي سوقه زاتشي وجماعته ما كانش في شركة أديداس، مش معترف به، ماهوش عقد رسمي مع أديداس، ورانا جايين نتكلموا على العقد بالعقل. نبداو خطوة بخطوة أخوتي. أول حاجة لازم نعرفوا القميص تاع المنتخب الوطني اللون الاخضر كيفاه مدار، يعني تلقاوه في اديداس اسمه مايو كامبيوني كامبيون 19. هذا القميص اللي هو قميص المنتخب الوطني القميص الاخضر، الشيء الملاحظ انه في هذا القميص انه الاديداس جاية من اللور، يعني المايو عفوا الشرط جاي الاديداس نتاعو جاية من الوراء، الاديداس نعرفوها من الامام. هذا مايو كامبيوني، كامبيوني هذا هو اللي نسخة كربونية لقميص المنتخب الوطني الاخضر الاخضر، وهذا مبلغ السومة نتاعو 39 اورو اديداس فري، مش مقلد، اديداس فري اوريجينال، اديداس اوريجينال، حاجة اصلية مش مقلدة من موقع رسمي لاديداس. والمبلغ هذا مبلغ سومة نتاع ديتاي بالجملة عاد تنقص، قادرة تكون 30 اورو، قادرة تكون 28 27، يعني الجملة ديما تنقص مادامها ايكيبمون تاع منتخب وطني وكذا عاد تنقص. هذا بصح فري، هما زادشي يقولكم بلي شرينا قميص، درنا قميص غالي وقميص، كي نقول زادشي يعني لاشان تاع النهار، ترى لاشان تاع النهار هي زادشي، داروا قميص نوعية عار رفيعة ومبلغ كذا وأحسن من أدي من ريال مدريد وأحسن وأحسن من مانشستر يونايتد وأغلى من مانشستر يونايتد كالعادة. قميص كولومبيا هذا في هذا الأوريجينال، هذا تاع 30 أورو ولا 39 أورو سوم تضعيفة بي أوريجينال. دوك نوريكم قميص نتاع كولومبيا، قميص كولومبيا، شوفوا لاديداس هذاك راه قديم عليه، هذا جديد، شوفوا لاديداس كان تشوفوا فيها لاديداس تجي من قدام تجيش من اللور، لاديداس تجي من قدام. ها مايو حاجة تحفة، ألوان المنتخب الكولومبي، رغم أن ألوان المنتخب الوطني أخضر أبيض يعني نورمال، بصح نحكي على التكليحة، يكلحوا في الناس، حاطين الناس أغبياء والشعب غبي. نواصلوا، شوفوا كولومبيا، ها شوفوا هذا المايو تاع ليكيب ناسيونال تاع كولومبيا، هذا القميص تاع الداخل كولومبيا ماهوش يلعبوا فيه في الخارج، يعني دوميسيل. ها لاديداس تلقاوها من القدام في الشرط. نروحوا لقميص المنتخب الوطني، عفوا هذا تاع هولندا، هذا تاع تدريبات نتاع هولندا، تبلي هذا لورانج كان مانيش غلط في تاع هولندا نورمالمون، وجابوا لهنا مانيش عارف. شوفوا الرمز نتاع الاتحاديه ما كانش في الشرط، زرتي راك هك دمرت لي مخي، حطمت لي مخي، برافو. يعني صراحه هذا البلون، شفتوا لاديداس وين جات؟ جات من لورا، قش كابا، قش روعة، لاديداس من اللور، لاديداس من اللور، ماهيش من لافون، لافون قلناكم لاديداس باينة تكون من لافون. نزيدو معليش نواصلو، حنا أنا كل مرة نكتشفو حاجة ما عندناش. هذه سيرفاتمون اللي دار ضجة نوعا ما بسبب أن سيرفاتمون هذه ذهبي، أين هي ألوان المنتخب الوطني؟ ما تلومونيش، راهو سقسي وزرتشي، الرمز اللوغو نتاع
الشعار الاتحاديه من المفروض يكون لونه ابيض واخضر والالوان هذه السوداء رايحين يبيشو لاعبين رايحين يبيشو. هذا قال لهم اسكتوا دوري مع البلون، قال لهم اسكتوا الرمز دائما دوري. ما هو باش نفهموا الرمز نتاع اللوغو، اللوغو نتاع الاتحاديه راهو لصقه، لصقه بلاباراي اطبع اطبع وفوت، هذه من نوعيه اطبع وفوت. والناس اللي تشري تحب تتاكد، الناس اللي حابه تشري تتاكد. نزيد كمعلومه، القميص لورانج اللي وريته لكم نتاع لا هولاند هذاك اللي جابو زيتشي نحاتو من السيت لا فيديراسيون، نحاتو في الفيسبوك الموقع نتاعها تاع الفيسبوك اتحاديه دارتهم بعد زربت نحاتو حنا مهم تحصلنا عليه. ونطالب زيتشي يشوف يدبر لي كونتيتي زينه ندي عليه، كان تحسبها لي زيتشي ب 60000 ندي لي كونتيتي كبيره تاع لا هولاند، عجبتني انا تاع لا هولاند. ها شوف دوري بسقا بريسي بلا باراي دوري، ما كانش منتخب وطني. والروج ما فهمناش الروج، ميم تريكو مونش كيف كيف دوري ما فهمناش، نواري دوري. هذا المايو الفير هو اللي وريتوكم كامبيوني الاول، ما كانش فيه لاديداس، ما كانش فيه لاديداس. واللي قدم المايو المفروض يكون لاعب، هذا اللي قدم في لي مايو دوزيام صلاح، صلاح لايت. كان رانا نكتبوا ليه مشابه كبير لصلاح، اسكو العشق تاع صلاح الحق حتى الاتحاديه والحق انه اللي يلبس قميص منتخب وطني صلاح، علاه صلاح هو اللي عمثلنا. هذا دائما موالفين، احنا موالفين بالفضاء الاتحادي مش حتحبس. قلنا كولومبيا ما تفهمين، فهذا القميص تاع ليكيب ناسيونال هذا كامبيوني هو عباره عن قميص قديم، قميص قديم لاديداس اي ملاير في الشرط. الموزع نتاع هذا الشيء مش اديداس، متفاهمين فيها اديداس تخدم لك الشيء هذا تبهديل. هذا الموزع هو ماد جرانت، ماد جرانت هذه هي شركه دوك نتكلم عليها، هذه اللي تعرض في قميص المنتخب الوطني كما تشوفوا وشباب الوسداد. يعني كي قال لهم راهو راهو شريته من تاجر ما غلطش. الناس بعد ما شافت الفضيحه تاع القميص في فيسبوك في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كانوا ضد روروا قالوا روروا ها غران شابو ليك، عندك ألف حق، كنا غالطين فيك مي هاو حقك. وجاب لكم قال لكم روروا نتحداكم الى عنده معك اديداس ها سير بي. نروحوا هذه ما هذه ماد جرانت، هذه كيف قصتها ماد جرانت، كيف قصتها دروك انا نوري لخوتي ماد جرانت. هذه ماد جرانت هي واش هي امبورتي اكسبورتي دي برودوي تاع الاجهزه تاع العتاد الراديوات واجهزه طبيه والعتاد ها كيما ماتيريال انسترومون ميديكو شيريجيكو بياس ديتاشي كونسومابلي، يعني حوايج تاع العتاد الطبي وكذا. واش اللي باين ماهوش عندهاش علاقه بمجال الرياضي، ما مها حتى لادريس، كاين لادريس نتاعها ها هي في بيرمورا درايس، نيمرو تليفون تاعها، راس المال تاعها، راس مال الشركه، نوعيه الشركه، نظام تاع الشركه، نظام بريفي ها خاصه. يعني كي قال راهو راهو شريته من عند تاجر هاو حقك وما غلطتش، شريته من عند تاجر. هذه هي ماد جرانت، ماد جرانت هذه هي مؤسسه ولا شركه تاع واحد خاص خواص بريفي. قال لي ما في تعامل مع شركه، نقولوش اديداس يعني تعامل ما يشري لي مايو هذا من ممكن من المغرب ولا يشريها من فرنسا ولا كذا ويطبع، اطبع دير واسمو، اطبع دير نيميرو، اطبع دير اللوغو تاع الفيديراسيون. وبالدليل اللوغو الذهبي هذه اللي تبقى وصمه عار في جبين هذه الاتحاديه، وصمه عار كبيره، وصمة عار كبيرة. نروحوا لعقد اديداس باش نختموا. روروا قال لهم نتحداهم، روروا واش قال؟ قال نتحداهم الى عاد عندهم، الى عندهم عقد مع شركة اديداس، سواء اديداس مينا دبي، سواء عقد اديداس الام الالمانية او فروعها في اوروبا. ما كانش عقد، ما كانش. من هذا اللي قال روروا يسوى القميص 3 اورو ما عطاوناش العقد،
لانه كون الاتحاديه ساتشي والاتحاديه تاعو لعبوها حيله شويه، على بالو لو يبين العقد الاصلي مع اديداس الاصليه مش مع تاجر راح يتورط. كيف يتورط؟ فرضا زاتشي داتو الحميه فرضا وبين العقد، العقد نتاع اديداس الفري فرضا الفري قال سوا من دبي ولا عقد اديداس المانيا. لما يجي واحد شابي ولا يفاكسيها لاديداس ولا يبعثها لاديداس قالها والعقد وكذا، لما تتاكد اديداس باللي ما عندهاش عقد معاها وهذا انسان زور ولا كذا، راح تتبعه في العداله، العداله الدوليه الانتربول، وراح تتلطخ صوره الجزائر وراح تتلطخ الاتحاديه، ممكن حتى المنتخب يتقصى. اذا زاتشي ايفيت هذه المشاكل، طفى الضوء، جبنا لكم مايو خير من مانشستر يونايتد، جبنا لكم لبسه خير من الريال، جبنا لكم سيرفيتمون خير من الريال وجوفنتيس، واش غنزيدوكم اكثر من هكا؟ جبنا لكم الكولر دوري باش تبانوا ابطال، تبان لي ما كاينش ما خير من هكا. هذه الاتحاديه شويه شيفون يصولوا فيه جايبين ويبيعوا فيه للناس، من بعد يقول لك درنا لكم قميص المنتخب الوطني ب 800000، والله ب 80000 ما نشريهش، ب 80000 مش ب 800000 ما نشريهش. بس الدرجه هذه نستغباو الناس. كاين شي حاجه اخرى حبيت نتفكر تفكرتها، حبيت نتكلم عليها تفكرتها، هو الصحفي الذراع الايمن، الذراع الايمن سابقا كان يسوق باللي الاتحاديه راح تسني كونترا مع نايك الامريكيه، نايك خلعنا وفي لافان وشي هو سنيت كونترا مع تاجر. شفت كيفاش؟ شفت قلت لكم باللي الاتحاديه هذه راح تخرجكم من ديكتاتورية روراوة وعاد تمشيكم في الاحتراف وعاد تنسيكم روراوة. روراوة قال لكم اعطونا الكونترا تاع اديداس الى عندكم، الى عندكم هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، انتم ما قلتوا زرشي درنا لكم حاجه ليكس، انا ما نحوزوا لا ليكس لا والو، هات العقد بين لي بلي راك سنيت مع اديداس الام. يا سيدي مش مع اديداس الام، مع فروحة، مع دبي هذيك مينا، اديداس مينا دبي، اعطينا بك عطينا عقد برك مبينو بلي راك مع اديداس، العقد لازم يكون فيه ممضي ومختوم من قبل خير الدين زرشي رئيس الاتحاديه. ما تجيبليش عقد روراوة وما تجي تقول لي هاني مسني مع اديداس. صعيبه والله غير صعيبه بزاف. علاش؟ خاطر راه سوقتوا الوهم، سوقتوا سوقتوا سوقتوا، ومن بعدها درك جايين تقولوا لنا باللي حنا وحنا. انا بصراحه قضيه القميص البرتقالي تاع لا هولاند وقميص هذه يعني هذه السينما انا ما تهمنيش، انا واش يهمني ارضيه الميدان، يلبس نوار يلبس روج هذه ترجع اهانه للجزائر. لكن انا نحبني الاناب، كان بالنسبه ليا يهمني المردود وشيه برك بركاو من السينما وبروباغندا هذه برك بركاونا منها، بينتوا بلي راكم ناس في التسيير زيرو، ناس فاشلين في التسيير، خاطيك من التسيير، خاطيك من الماركتينغ، خاطيتكم حتى التسيير الاتحاديه كبيره عليكم، هذه حقيقه وهذا واقع. ونتمنوا ان شاء الله الخير للمنتخب الوطني، ونبقاو نقولوا ونعاودوا حنا دائما خلف المنتخب الوطني في السراء وفي الضراء. فالأخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.